هذا السائل يقول: بالنسبة لقراءة القرآن على القبر، فنحن في بلدنا بعد دفن الميت يقرؤون على الميت القرآن بعد دفنه. هذا من البدع المحدثة، فلا يقرأ في المقابر، لا يقرأ في المقابر عموما، ولا يقرأ عند القبور، عند بعض القبور خاصة. كل هذا بدعة، والذي يريد الخير للميت يدعو له بالمغفرة والرحمة. وأما أنه يقرأ عند قبره، هذا ما ورد به دليل، فهو بدعة. القراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها، والميت لا ينتفع بذلك، إنما يقرأ القرآن على الأحياء الذين يسمعونه ويقدرون على العمل به لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. أما الأموات فيدعى لهم عند قبورهم ودائما وأبد في أي مكان، يدعى لهم بالرحمة والمغفرة أموات المسلمين. نعم.